ندخل في قرارات مجلس اداره النادي الاهلي، لكن قبل القرارات يا فارس كان الاجتماع بشكل مختلف بسبب احداث كورونا. الاجتماع وكالعاده زي ما بنتابع يا احمد على مدار الازمه الحاليه الخاصه بفيروس كوفيد 19، النادي الاهلي بيسبق او بيبدا اي نادي يشوف النادي الاهلي ازاي بياخد خطواته المختلفه. شفنا الاجتماع بالكونفرنس رساله يا احمد كل الانديه، ولكن كابتن محمود الخطيب يعني حريص على التواجد في النادي، وكان بقيه الاعضاء موجودين خارج النادي، والكابتن محمود الخطيب كان حريص يتواجد في النادي. طبعا التواصل وتقليل العدد بحيث يكون في ناس موجوده في النادي وناس موجوده في البيت. انت تقدر تقضي عملك باي شكل كان بالزبط. طبعا لمقتضيات الموقف اللي احنا فيه أكيد اللي هو بيستدعي ان كل واحد فعلا يكون متواجد في مكانه او في مكتبه، ونقدر نتواصل ونقدر نتعامل. اعتقد او اكيد مجلس اداره النادي الاهلي طلع بقرارات ممكن نستعرضها، وهي استمرار العمل بقرار تعليق النشاط الرياضي واغلاق النادي وفروعه المختلفه لمده اسبوعين، طبعا تماشيا مع الظروف واتساقا مع قرارات الدوله. كذلك تكليف السادة أعضاء مجلس الإدارة بتقديم دراسة لتنمية موارد النادي لمواجهة الظروف الطارئة الاستثنائية الحالية بعد قرار تعليق النشاط الرياضي، وتكليف الإدارة التنفيذية وكل من مدير عام النشاط الرياضي ومدير الكرة ومدير قطاع الناشئين ومدير أكاديمية كرة القدم كل في مجال عمله لوضع التصور لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا وما تترتب أو ما ترتب عليها من توقف النشاط. كذلك اعتماد مجموعة من القرارات التي تخص النشاط الرياضي مع التنسيق مع الأجهزة الفنية المختلفة لمتابعة اللاعبين في مختلف الفرق الفردية والجماعية، والتأكيد على سلامة الجميع واتباع كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وده هو المهم، سلامة الجميع داخل النادي الأهلي واتساق النادي الأهلي مع قرارات الدولة، وإن شاء الله نعبر الأزمة دي بسلام وتعود كل الامور بشكلها الطبيعي مره اخرى. فارس، وهو ده احمد، انت مش مجرد بس تقول توصيات او قرارات، لا، زي ما قلنا وجود كابتن محمود الخطيب في النادي ووجود الاعضاء من خلال الكونفرنس اللي حصل ما بينهم، انت قادر تواصل عملك بشكل اخر، قادر تحقق اهدافك، قادر تخلق كمان دوافع او افكار تقدر تستفيد بيها من التوقف ده، ولا تكل ولا تمل من فكره ان انت تحاول ترتقي بالنادي الاهلي، ودي رساله الجميع، وربنا يحفظ مصر وكل من عليها يعني.